انا هاي ثاني ركبه عقب تقريبا شهر راحه بمطلع اللي قبل هذا صورته اما عشان اصور قلت اشرح شوي. طبعا الفكره سهله بتركب الحصان تمشي لاخره، بس اللي ابغى اشرحه ان الحصان طلعته من بدوكي بدون اي مقدمات، ركبت لنا وركبته ولاحظت المقطع اللي قبل كيف تركيب الحصان سهل، تركيب الرشمه سهل، والان الركوب والتحكم بالحصان ايضا بالثابت شيء سهل. الفكره ما في لنشات، ما في تجويع، تغيير اكل، نظام الاكل الى اخره، ما في احد يقاودك، ما في سرج يثبتك على الحصان اثناء الركوب، ما في صدارة تجبر الحصان على التقويس، ما في عصا تحرك الحصان فيها، ما في مهاميز توجه الحصان تحرك الحصان، ما في شخص يقاودك. طبعا هذه كلها اشياء ترى انها تافهه عادي، بس لو تلاحظ اغلب الخيل لو ارتحت 4 أيام 5 أيام اذا ما سويت الاشياء ذي فيها تحوسك. اكلمك عن عسيف وما بعد فتحت لانه وصلت تقريبا الكرب او الواسع والحصان جرح نفسه بدوك فريحته شهر. ما زال عسيف ما فتح فتح حقيقي ومع ذلك تطلع فيه كنه حصان عادي. هنا انت سهلت الصعب. فلما تجي عند شيء معين صعب تخليه يبدو سهل لدرجه انك تسولف عسيف مرتاح حول شهر وتركبه بدون اي مقدمات بالشكل هذا معناته انك سهلت الصعب. ثاني ركبه بعد شهر راحه لاحظ اجريوس انك متحكم بالحصان تحكم حقيقي والحصان عسيف مرتاح شهر خلينا نقول حول شهر شغلك فيه كنتيجه مضبوط. الان لو كان الحصان درب خطا لو ارتاح 4 أيام و5 أيام فقط ما تحكم. النقطه الثانيه وهي الاهم موضوع الظهر موضوع الجلوس. كثير من الناس تتوقع ان الظهر استقامة الظهر تقويس الظهر الى اخره وضعيته لكم مهمه. انا زي ما قلت قبل مين مهمه اذا كان ركوب الخطا كيف تسوي شيء اهم مجرد فعله. بس في نقطة مهمة بغيت اشرحها هناك بفوق. لاحظ تركز في الظهر الان ابو عادل. ايه. على الهواء. تحرك تحرك. كذا لاحظ. ايه وسير. صح. صح. الان لو سويت كذا تلاحظ. شوف الظهر. عرفت الفرق؟ هذاك العكس الثوب بقايا الثوب على على ظهر الحصان انت تحس انك راكب على قطعة فاصل قطعة. لكن بالحقيقة هذا اللي صاير. فانت راكب في النص على الحارك تقريبا لو تقدمت شهر ركبت على الحارك. فاللي يصير بغيت تحكم على وضعيات تسميها وضعيات صحيحه ما تحكم على طريق عن طريق الثوب عن طريق من الجسم. الثوب لما يطق الهواء صار زي البشت يسيع. فانت تركز على الجسم. مع ذلك التكلف الزايد في رفع الظهر او التكلف الزايد في التقويس كله خلاص صح انت تكون مع الحصان لم عمره الم نفسي ارتاح ارتاح ارتحت استرخي استرخي وهكذا. تمام يا استاذ. ثاني طلعه بعد شهر راحة راح سويت التوقيف لو بغيت سويت الرجوع لو بغيت رد متخوفة ايه مع ان زي ما قلنا شهر مرتاح سهل الموضوع ماشي مسار ما سويت شيء بس متى اخر مرة شفت حصان مرتاح شهر كل مشات بدون كود قلت تعيد تمشي مسار تسولف هذاك ابغى يجي عندنا الخير يصحى اللي يحتار تشوف كيف تحكم فيه اثناء حرارته. الان شرحت بقطع القوس قصدي حتى بعد الراحه ما عنده اي محاولات مع انه يحتار يصير بكره لكن بسهوله وقف فصعوبه الشيء تزول. فصعوبه التحكم بالحصان بعد الراحه سببها سوء الركوب. لا شك ان الحصان بغريزته الطبيعيه يحتار هذه منتهي منها. لكن كونه يحتار شيء وما تحكم فيه شيء اخر. على كيف فز المحل الحصان خايف من الامام اليمين لو او بالاحرى يوم كان ركوب خطا طيح هنا خاف من شيء يمين فز في محله بدل ما ينطلق يسار او يشنع او يدمس ويطيح فز محله عندما كنت تركب خطا مو بعسيف بس صار مرتاح شهر صار لك اليومين تركب حاله زي ذي يدمس ويطيحك او ينطلق فيك التغير جذري. الفكره انك تتحكم بالحصان حتى عند الاختلاف او لما يبغى شيء وانت ما تبغاه ويكون في طاقه. صورتها. الفكره الحراره طبيعيه لكن كيف تقدر تتحكم؟ اذا الحصان محتر وتحكمت فيه اصبحت الحراره غريزه طبيعه بس متحكم فيه.
لكن عدم تحكمي لانه حار مو غريب مو طبيعي سوء ركوب. يا استاذ الصنعه ارهب عندكم زاد الذكرى الحين يبغى الافراس واذاني محركها يبغى الخيل لاحظ الى الان ما بعد حاول يوقف يا ما حرام اترك من التشنيع يطيعك يوم طلق يتفلك الى الان ما حاول يوقف يعني الخيل عاكسته وماشي قدام ما بعد وقف عشان يروح له. عندما كنت تركب خطا في حاله اللي مو بعسيف صنع عادي على طول يشنع عكس يروح الخيل. فالفكره انك باختصار تشوف حصان عسيف او اثناء العس او بعد راحه وتلاحظ تحكم تام بدون ادوات. اطلع من المقطع وادخل عند مقطع حصان ركوب خطا او مدرب خطا تلاحظ الحصان بجميع الادوات وما ذلك ما في ربع التحكم هذا. يعني الفكره ببساطه فتسهيل الصعب هو الصعوبه بحد ذاتها والله الاقصر. هذا تقريبا اول خطه وثاني خطه بعد شهر راحه. طيب هذه اول خبرت لما الحصان يرتاح شهر وتخبه واثناء الخوف لاحظ الاسترخاء والتمييز وبعدها بوم اول او ثاني خبه بعد شهر راح لاحظ عدم رفض الخبر ثم والاهم عدم الانطلاق او القفز بعد الخبر. اعيد واكرر نركب خطب ادوات ستاره وسرج وعصا ومهماز الى اخره يومين مرتاح اذا خبيت اتفلت 4-5 متر في طاقه. اذا الطاقه والحراره ليست عذر هي غريزه هي طبيعه لكن استغلال الحصان للحراره وللطاقه عليك يدل على ان ركوبك خطا. اذا كان ركوبك صحيح الحراره موجوده الطاقه موجوده لكن متحكم فيها وان لم تتحكم فيها شغلك خطا. كيف افرق بين الحصان المدرب تدريب صحيح والحصان المدرب خطا اثناء الحراره بالذات او اثناء تفريغ الطاقه وهو مفرغ طاقته يسولف معك وادق بسهوله وادق قريبك بسهوله يحتر بدين واثنين لكن لما يحتر عشان اوقفه يبغى لي 10 متر دليل على سوء ركوبه خطا. الغريزه او الطبيعه حراره نعم او هدوء نعم لكن فقدان التحكم اثناء الهدوء والحراره ما دخل بالطبيعه الغريزه دخل سوء ركوب والدليل عكس الموضوع. الحصان اللي مو متحكم فيه اثناء الحاره ركبه صح يستمر حار بس متحكم فيه ومرات يهدأ. والحصان اللي مو متحكم فيه بسبب الهدوء ركبه صح يتحكم فيه بسبب الهدوء ويحتر او يسمعني صار اللي صار مثلا يبغى الخيل حرارته ايجابيه لانك تحكم زي ما قلت قبل شوي ما بعد وقف يعني حتى لما يكون ركوب خطا يوقف يشنع بحرم الى اخره الى الان ما وقف الحصان يعني بعد جرب يوقف يروح الخيل مدرب خطا عم يروح الخيل يشوف يشنع يضرب يهابد يكسر الدنيا يجيك تسوق حصان طبيعي انه يسوي كذا غريزه لو غريزه ما ينقص غريزه لدرجه انك اصلا حتى لو سويت خطا مثلا الحصان محتر الان لو استفزه هات معي ومحتر الكذب خوفه ثم ذكر ايش سويت. اذا اثناء حرارتك لو اسوي خطا ما ارتفع يا اثنين. اما الحصان الخاص اللي 3 سنوات تركبه وصل جد تهدد بتمر بك على قدام اذا في عدم تحكم بصفة نظر عن الاراء والناحيه الشكليه والدماغ الحصان مو متحكم سوى شيء عكس اللي تبغاه. انا ابغى شيء والحصان يبغى شيء لابد يسوي اللي ابغاه ما سواه معناته في خطا في ركوبي. ليش في خطا في ركوبي؟ لان باختصار حتى لو يكون ركوب صحيح تحكم فيه لا يمكن تحكم بصنعتك ركوب خاطئ. ها؟ والله اعلم.